بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء في الدرس 13 من دروس زاد المستقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا وإياكم أيها الإخوة إلى باب الحيض، وأحب أن أنبه أيها الإخوة أننا سنستمر إن شاء الله تعالى إلى قبيل الأذان بنحو 10 دقائق، ثم نتقبل الأسئلة حتى لا تنقطع الأفكار. قال رحمه الله: باب الحيض. الحيض في لغة العرب هو السيلان، ولهذا يقال حاض الوادي إذا سال، وله عدة أسماء، فيسمى طمثاً وضحكاً وإكباراً وعراكاً وغير ذلك. وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. إذن هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وهو بهذا يفارق دم الاستحاضة، فإن دم الاستحاضة ليس دم طبيعة وجبلة، بل هو دم طارئ، ولا يخرج دم الاستحاضة من قعر الرحم، وإنما يخرج من أدنى الرحم، ولا يكون دم الاستحاضة في أوقات معلومة، وإنما يأتي في أوقات متفرقة أو يكون عاماً في حياة المرأة. فالمقصود أن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة. ما الحكمة من دم الحيض؟ ذكر أهل العلم أن دم الحيض يكون في الرحم لتغذية الجنين، ذلكم أن الله جل وعلا قد خلق هذا الدم في الرحم، فإن حملت المرأة تحول ذلك الدم بقدرة الله جل وعلا إلى لبن يتغذى، تحول بقدرة الله تعالى إلى ما يغذى به الجنين. وإن لم تحمل المرأة خرج ذلك الدم لعدم الحاجة إليه حينئذ، فكان إذن ذلك الدم تغذية للجنين في حال الحمل. ومن من المخلوقات يحيض؟ ذكر المختصون بذلك أنه تحيض الأنثى من بني آدم ومعها جملة من المخلوقات. وفي هذا يقول الناظم: الحيض يأتي للنساء 9، وهي النياق وضبعها والأرنب والوزغ والخفاش، جحرة كلبة، والعرس والحيات منها تحسب، والبعض زاد سميكة رعاشة فاحفظ، ففي حفظ النظائر يرغب. من المسائل أيضا، وهي مسألة شرعية مهمة: ما الذي يمنعه الحيض؟ الأصل أن المرأة كسائر المكلفين، فإنها تقرأ القرآن وتمسه وتطوف وتصلي إلى آخره، لكن إذا أصابها الحيض منعت من 10 أمور، وبعضهم قال من 11 أمرا. هذه الأمور: أولا الغسل له، فالحيض يمنع الغسل له، لأن المرأة إذا اغتسلت من الحيض أثناء الحيض لم ينفعها ذلك. يمنع أيضاً الوضوء الذي ترفع به الحدث الأصغر، فلو توضأت فإن هذا الوضوء لا ينفعها من حيث إقامة الصلاة ونحوها، لكن لو توضأت على أنها عبادة تؤجر عليها أجرت، لكن لا ينفعها من حيث إقامة الصلاة أو مس المصحف أو نحو ذلك. أيضاً يمنع الحيض فعل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليس إذا حاضت
لم تصلي ولم تصم. أيضا يمنع، وهو الأمر الرابع، يمنع الحيض وجوب الصلاة، فإن المرأة إذا حاضت لم يلزمها قضاء تلك الأيام التي فاتتها أثناء الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وكذلك لحديث معاذة العدوية عندما قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعدم الإلزام بقضاء الصلاة فيه دلالة على عدم وجوب الصلاة أصلاً على الحائض. الأمر الخامس فعل الصوم، للحديث المتقدم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولم نقل وجوب الصوم، لأن وجوبها، لأن وجوب الصوم عليها باق في الذمة، لكن حالها لا يناسب أداء الصوم، فهي ستؤديه إذا طهرت. الأمر السادس الطواف، فإن الحائض لا تطوف، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة عن ذلك: افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي أو تطوفي بالبيت. والأمر السابع الاعتكاف، فإنها ممنوعة منه، وقد تقدم ذكر شيء من ذلك أثناء الحديث عن الغسل ونحو ذلك. والأمر الثامن الوطأ، فإن الحائض لا توطأ في الفرج بإجماع المسلمين، لقول الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والأمر التاسع الطلاق، فإنه لا يجوز بالإجماع أثناء الحيض، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، ولأمره ابن عمر بمراجعة المرأة التي طلقها أثناء الحيض، وسيأتي مزيد بيان في هذا إن شاء الله تعالى. والأمر العاشر مس المصحف، وقد تقدم ذكر الدليل في درس سابق. وكذلك الأمر الحادي عشر عند الجمهور قراءة القرآن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي عنه أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وقد تقدم ذكر ضعف هذا الحديث، لأن فيه راويا يقال له إسماعيل بن عياش، وقد روى هذا الحديث عن الحجازيين ولا تصح روايته عنه. قال رحمه الله: باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين. شرع المؤلف في ذكر قواعد في الحيض، من هذه القواعد: ما أول زمن للحيض؟ فذهب المؤلف إلى أن أول زمن الحيض هو 9 سنين، وعلى هذا إذا حاضت المرأة قبل 9 فإن هذا الدم دم فساد لا عبرة به. والمقصود بالتسع أي تمامها، يعني إذا تم لها 9 سنين، وليس المقصود بمجرد الشروع في 9. فلو أن امرأة ولدت في الأول من محرم في عام 1410 من الهجرة، فمتى يتم لها 9؟ ولدت في 1 محرم 1410، نعم، فإذا الآن 1410 ولدت في 1411 في 1 محرم تم لها سنة، وفي 12 تم لها سنتان، إذن في 1419 في محرم يتم لها 9 سنين. فإذا تمت 9 وانتهت وانقضت، حينئذ بعدها لو جاءها حيض فإنها تعتبر حائضا، لكن لو جاءها الحيض قبل تمام 9 فلا عبرة به. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: أولاً قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حيث قالت كما عند البيهقي والترمذي وغيرهما، قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، والمقصود أي صارت بالغة مكلفة، ومن ذلك الحيض، أن يأتيها الحيض فهو أحد علامات التكليف.
فهم من هذا أنها لو لم تبلغ 9 سنين فهي ليست امرأة بل ما زالت جارية، وعلى هذا لو خرج منها دم لا يكون دم حيض. أيضا قالوا من الأدلة الوقوع، فإن أقل ما يمكن أن يقال في النساء اللواتي يحضن حيضة معتادة هو إذا بلغت 9 سنين ولم يوجد امرأة حاضت قبل ذلك، هكذا قالوا. ومن هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى: وجدت امرأة، وجدت جدة ولها من العمر 21 سنة، وفي بعض الروايات ولها 19 سنة، وعلى كلا الروايتين قالوا بأن أقل زمن للحيض هو 9 سنين. أما على الرواية الأولى فكيف نخرجها أن تكون جدة وعمرها 21 سنة؟ تكون قد بلغت وعمرها 9 وتزوجت ثم حملت مباشرة ولم يأتي عمرها 10 سنوات إلا وقد أنجبت بنتا، وبنتها بلغت 9 سنين وتزوجت ثم أنجبت، فيكون حينئذ يكون عمر هذه الجدة 21. أما على 19 فإن هذه المرأة تزوجت وعمرها 9 سنين وبعد 6 أشهر وهو أقل مدة الحمل أنجبت، ثم أنجبت بنتا، وهذه البنت كذلك لما بلغت 9 سنين تزوجت ثم بعد 6 أشهر وهو أقل مدة الحمل أنجبت، فيكون حينئذ عمر الجدة 19 سنة. قال رحمه الله: ولا بعد 50. إذن أول زمن الحيض 9 سنين، فما آخر زمن الحيض؟ قالوا: إذا بلغت المرأة 50 سنة، أي تم لها 50 سنة. وعلى هذا لو أنها، أعني المرأة، بلغت 51 أو 52 سنة ونحو ذلك، فالدم الذي يخرج منها يكون دما فساد. وهذه المسألة يا إخوة غاية في الأهمية، فإن أخواتنا وأمهاتنا إذا بلغنا هذه السن يحصل عندهن حيض، ثم إذا أخذت برأي علماء المذهب فإنها ستعتبر هذا الدم دم فساد ولن تلتفت إليه، وإذا أخذت بآراء بعض العلماء الذين يقولون بأنها إذا بلغت 55 سنة ستستمر على أنه حيض حتى تتم لها 55 سنة، ثم ما بعد ذلك يكون دم فساد وهكذا. والدليل على أن المرأة إذا بلغت 50 سنة فإنها تنتقل إلى سن اليأس، وحينئذ لا عبرة بحيضها، ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كذلك: إذا بلغت المرأة 50 سنة فقد خرجت من حد الحيض. والأقرب والله أعلم أنه لا حد لأكثر الحيض، لا حد لأكثر الحيض، ما دام الحيض منتظما مستمرا على نفس الوتيرة فإنه يعد حيضا. فلو أن المرأة بلغت 51 سنة وما زالت الدورة الشهرية تأتيها في موعدها المعروف وبنفس الصفات وبنفس العدد فإنها تعتبر حائضا، وهكذا حتى ولو بلغت 60 وما زال الدم يأتيها فإنها تعتبر حائضا. لكن لو قيل امرأة بلغت عمرا يندر فيه أن يأتيها الحيض كأن تبلغ 100 سنة أو نحو ذلك، فيقال في مثل هذا: هذا نادر، والنادر لا حكم له. لكن الأعمار القريبة من سن الحيض المتفق عليه وهو 50 سنة فهذه تلحق بالحيض قطعا، لأن الدم أتى بوتيرة واحدة. أما أقل زمن الحيض فالأقرب أن يقال 9 سنين، لأن الواقع يشهد به ولما تقدم من الآثار، ولأنه إذا خرج الدم قبل ذلك فهو أمر نادر لا عبرة به. قال رحمه الله: ولا مع حمل، أي من قواعد الحيض أن يقال إن الحيض أثناء الحمل لا عبرة به، كما أن الحيض قبل 9 سنين لا عبرة به، والحيض بعد 50 سنة لا عبرة به، فكذلك الحيض أثناء الحمل لا عبرة به. صورة المسألة أن فاطمة مثلاً
حاضت وهي حامل، بعدما حملت حاضت، فهل نعتبرها حائضا فنمنعها من العشر المذكورة من الصلاة والصيام إلى آخره، أو نعتبرها طاهرا ولا نمنعها من شيء ونجعل هذا الدم دم فساد لا عبرة به؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، والأكثر على ما ذكر المؤلف، وهو أن الحيض أثناء الحمل لا عبرة به. ولذلك أدلة كثيرة، منها أن الله جل وعلا لما ذكر عدة الحامل وذكر عدة الحائض فرق بينهما، فدل على أن الحائض والحامل على أنهما نعم متغيرتان، فإذا فالحامل لا تحيض. من ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. في عام أوطاس لما أخذ السبي من النساء وصار يعني للمجاهد أو للرجل سبية، فكيف تعامل مع هذه السبية، مع هذه الجارية التي أخذها الآن؟ فهو لا يخلو حالها من أمرين: إما أن تكون السبية حاملا أو تكون حائلا. فإن كانت حاملا فكيف تعامل معها؟ لا يحل أن يطأها حتى تضع الحمل، ونظما سلامة الرحم من وجود جنين. طيب، وإن كانت طبعا حتى تضع الحمل وتطهر من النفاس. طيب، وإن كانت حائلا، يعني إن كانت غير حامل، فما العمل؟ نستبرئها، أي ننتظر حتى تحيض حيضة. طيب، لو كانت حاملا وفي نفس الوقت ممن يحيض، فهل نكتفي بحيضة؟ لو قلنا بذلك فقد خالفنا الحديث والنص، فدل على أن الحامل لا توطأ حتى تضع حملها وتنتهي من نفاسها، بعد ذلك توطأ حتى ولو كانت تحيض. إذن النتيجة الحيض أثناء الحمل لا عبرة به. يقال أيضا أن المرأة إذا طلقت وهي حامل وكانت تحيض أثناء حملها يخرج منها الدم، فهل العبرة، فهل العدة بوضع حملها أو بثلاث حيض الذي هو ثلاثة قروء؟ الجواب بوضع الحمل، لأن الله جل وعلا قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولو كان الحيض معتبرا أثناء الحمل لقلنا به. كذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنما يعرف النساء بماذا؟ إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. من ذلك أيضا أن عائشة رضي الله عنها، وهذا موقوف عليها كما جاء في سنن الدارمي، قالت: إن الحبلى لا تحيض، إن الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي، يعني أنها لا تعتبره دم حيض بل دم فساد، فتغتسل له. وهذا الغسل أمر مستحب كما سيأتي معنا في الغسل للمستحاضة، وتصلي، أي ليس ذلك الدم دم حيض، إذ لو كان كذلك لما أبيح لها الصلاة. من العلماء من قال بأن الحامل إذا حاضت حيضة منضبطة منتظمة كما كانت تأتيها فإنها تأخذ أحكام الحائض، من ذلك المالكية والشافعية. المالكية والشافعية فإنهم قالوا: إذا جاء الحيض حيضا منضبطا في وقته المعلوم وبصفاته المعلومة كان حيضا معتبرا، فلا تصلي ولا تصوم وتكون كحال الحائض تماما. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والأقرب والله أعلم الرأي الأول، وهو أن الحامل لا تحيض، هذا هو الأقرب لما تقدم من الآثار. أما أدلة القول الثاني الذين قالوا بأن الحامل إذا حاضت اعتبرت حائضا، فقالوا إن الأدلة أدلة الحيض جاءت مطلقة: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فهذه الأدلة المطلقة لم تقيد أياما محددة للحيض، ولم تذكر أنه في حال الحمل لا يكون حيضا إلى آخره، فنبقى على الإطلاق. لكن نقول هذا الإطلاق قيد بالآثار الصحيحة عن عائشة، ولا يعلم لها مخالف. عائشة لا يعلم لها مخالف،
فيكون قولها حينئذ قريبا من الإجماع السكوتي، بل نقل بعض العلماء الإجماع على أن الحائض على أن الحامل لا تحيض، وإن خرج منها الدم فليس بدم حيض، وهذا هو الأقرب. إذن الراجح ما قاله المؤلف، وهو أن الحيض أثناء الحمل لا عبرة به. قال رحمه الله: وأقله يوم وليلة. أقله يوم وليلة يعني لو أن المرأة رأت هذا الدم، دم الحيض المعروف بصفاته وهو الأسود منتن الرائحة، فإذا رأت هذا الدم فإن رأته ساعات فهل تعتبر به؟ الجواب: إذا كانت هذه الساعات دون اليوم والليلة فلا عبرة به. متى يكون معتبرا عند الحنابلة؟ إذا كان هذا الدم يوما وليلة، يعني 24 ساعة، يعني 24 ساعة. فإذا كان هذا الدم دون ذلك فهو دم فساد لا عبرة به. ما دليلكم على هذا؟ قالوا: دليلنا الوقوع، الوقوع والوجود، فإنه لا توجد امرأة تحيض أقل من يوم وليلة، أقل ما يمكن هو يوم وليلة. ودليلنا أيضا القصة التي جاءت عن علي رضي الله عنه، عندما جاءت امرأة وقد طلقت هذه المرأة، فبعد مرور شهر أراد زوجها أن يراجعها، فادعت أن العدة قد انتهت وانقضت، فقالوا: كيف تنتهي العدة في شهر واحد؟ من المعروف أن المرأة تحيض في كل شهر عددا من الأيام، فالعدة تكون تقريبا 3 أشهر أو دونها بيسير، لكن أن تنقض العدة في شهر واحد كيف يكون ذلك؟ فعلي رضي الله عنه أمر شريحا القاضي أن يحكم في هذه القضية، فكونت لجنة من النساء للنظر في حال المرأة والتأكد من وضعها، فتبين أن المرأة ممن يحيض يوما وليلة، فهي حاضت يوما وليلة ثم طهرت أقل الطهر بين الحيضتين عند الحنابلة وهو 13 يوما، الآن صارت 14 يوم وليلة حيض و13 يوم وليلة طهر، ثم في اليوم 15 في اليوم 15 حيض، ثم بعد ذلك 13 و15 28، ثم في اليوم 29 حيض، ثم في اليوم 30 طهر، انتهت العدة. فحاضت في اليوم الأول وفي اليوم 15 وفي اليوم 29 من ذات الشهر، ثم طهرت في اليوم 30، فتم لها 3 حيض و3 قروء في شهر واحد. فهذا دليل علماء الحنابلة على أن أقل الحيض يوم وليلة. قال رحمه الله: وأكثره 15، أكثر الحيض 15 يوما، بمعنى أن المرأة لو أتاها الدم المنضبط الأسود المنتن 16 يوما فإن المعتبر 15 فقط، واليوم الزائد هذا يعتبر دم استحاضة وفساد لا عبرة به. واستدل أهل العلم على هذا بعدة أدلة، منها أنه لو قيل بأن المرأة يمكن أن تحيض أكثر من نصف الشهر فستكون نصف حياتها أكثر من نصف حياتها حيض، سيكون أكثر من نصف حياتها حيضا، ومن ثم ستكون بعيدة عن الصلاة وعن الصيام وعن نحو ذلك أكثر حياتها، وهذا بعيد، هذا من حيث العقل. أيضا استدلوا بحديث أثري، استدلوا بأثر وهو: تمكث إحداكن شطر عمرها أو شطر دهرها، فقالوا هذا فيه ذكر أعلى مدة للحيض وهو 15 يوما. طبعا بعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رفعه لا يصح. قال رحمه الله: وغالبه 6 أو 7، يعني الأغلب من حال النساء أنها تحيض إما 6 أيام أو 7 أيام. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، حيث كانت امرأة تستحاض، وكانت 3 نسوة من بنات جحش يستحضن، منهن حمنة ومنهن أم حبيبة. وبالمناسبة يا إخوة، عندنا 3 أحاديث هي الأصل في باب الحيض: حديث فاطمة بنت
أبي حبيش، وحديث حمنة بنت جحش، وحديث أم حبيبة. وبعض طلبة العلم يظن أن أم حبيبة المذكورة في أحاديث الاستحاضة هي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، بل أم حبيبة التي تذكر في أحاديث الاستحاضة هي أم حبيبة بنت جحش، وليست أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الثالثة، عندنا أم حبيبة وحمنة وزينب بنات جحش، وعندنا فاطمة بنت أبي حبيش، لكن الأحاديث التي عليها العمدة هي الثلاثة المتقدمة. وفي هذا يقول الإمام أحمد: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، ثم قال: حديث فاطمة وحديث أم حبيبة وحديث حمنة. حديث فاطمة بنت أبي حبيش هو ما جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، وسيأتي بيان المعنى قريبا إن شاء الله تعالى. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، يعني إذا جاءك دم الحيض فأمسكي عن الصلاة إلى آخره. أما حديث أم حبيبة بنت جحش فهي التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، هذا الحديث الذي في مسلم، حتى إنها كانت تغتسل لكل صلاة. ليست أم حبيبة رملة بنت سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أم حبيبة بنت جحش. وأما حديث حمنة فهي التي قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيني ستة أيام أو سبعة. الحديث فالمقصود يا إخوة أن دليل وغالبه ست أو سبع، أي الأحاديث متقدمة؟ حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. وهنا سؤال: هل قوله عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، هل المقصود التخيير؟ يعني أنت مخيرة، لك أن تمكثي ستة أيام حائضا، ولك أن تمكثي سبعة أيام حائضا وما زاد على ذلك فهو استحاضة، أو على سبيل التنويع، أو هنا للتخيير أو للتنويع؟ للتنويع. طيب، ما مرد التنويع؟ مرده إلى العرف، فتنظر إلى أمها وأخواتها وقريناتها، فإن كان الأكثر يحضن سبعة أيام فتجعل حيضها سبعة أيام، وإن كان الأكثر يحضن ستة تجعل حيضها ستة أيام. وهذا يا إخوة في من يغلب عليها الدم، يعني من أصيبت بمرض الاستحاضة، فيكون كل حياتها أو أغلب حياتها دما، تحيض في الشهر 20 يوما، 25 يوما، فما العمل؟ وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في هذه المسألة بعد قليل، لكن الخلاصة أنها نعم ليس لها عادة ولا تمييز. فحينئذ ماذا تعمل؟ تجعل أول سبعة أيام من الشهر أو أول ستة أيام على حسب القريبات تجعله حيضا، وما زاد فهو استحاضة. قال رحمه الله: وأقل طهر بين حيضتين 13. دليله ما تقدم الذي رواه البخاري معلقا، قصة علي رضي الله عنه، حيث قال فيه علي: إن جاءت ببطانة من أهلها يرضى دينه وأمانته فشهد لها بذلك وإلا فهي كاذبة. قد تقدم بقية القصة أنه قد شهد لها من بطانتها أنها تحيض يوما وليلة، وأنها تطهر 13 يوما بين الحيضتين، فتمت لها العدة في شهر واحد فقط. قال رحمه الله: ولا حد لأكثره، وهذا أمر مجمع عليه، الحيض لا حد لأكثره. ما معنى لا حد لأكثره؟ أقل الطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره، لأن المرأة أصلا قد لا تحيض أصلا، وهذه ما يسميها بعض العوام حورية، بعض النساء لا يحضن أصلا منذ أن تبلغ إلى أن تموت لا يخرج منها ولا قطرة دم واحدة. فهذه المرأة إذن صار كل حياتها طهرا، فدل ذلك على أنه لا حد لأكثره، فقد يكون الطهر بين الحيضتين سنة أو سنتين أو 10 سنوات، أو قد يكون 30 يوما، 50 يوما إلى آخره، لا حد إذن لأكثر الطهر بين الحيضتين. وهذه يا إخوة مسألة مهمة جدا، وهذه مما يوصل به في النزاعات بين الزوجين إذا حصل طلاق. إذا حصل طلاق ثم قالت المرأة مثلا:
أو قال الرجل ما زالت هي في العدة وهي تقول قد انقضت عدتي، أو العكس هي تقول لم تنقض عدتي وهو يقول قد انقضت عدتها. معلوم أن العدة، عدة الطلاق إذا كانت المرأة ممن يحيض، أن العدة تكون بثلاثة قروء، يعني حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم إذا طهرت انقضت العدة. فهذا الطهر الذي بين الحيضتين هل له حد أكثر؟ لا، له حد أقل، يعني 13 يوم، لكن ليس له حد أكثر. فقد تقول المرأة والله أنا حضت من 1 صفر إلى مثلا 7 صفر، والآن أنا في شهر جماد الآخرة وما زلت طاهرا، ما أتتني الحيضة الثانية. فهذا يمكن والواقع يشهد به. إذن لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، وهذا محل إجماع بين العلماء. قال رحمه الله: وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة. الحائض لا تصلي ولا تصوم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، لكن إذا طهرت ألزمناها بقضاء الصوم ولا تلزم بقضاء الصلاة، وهذا محل إجماع بين العلماء لما تقدم من حديث معاذة العدوية رحمها الله عندما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، يعني هل أنت من الخوارج الذين لا يأخذون بالسنة ويتعنتون في قبولها؟ قالت لا، إنما أنا أسأل. قال كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. مع أن الحكمة ظاهرة إخوة، فإن الصوم لا يتكرر كتكرر الصلاة، الصوم لا يتكرر تكرر الصلاة، فلهذا خفف الشارع عن الحائض في قضاء الصلوات. ولكن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تقرر قاعدة جميلة وجليلة، وهو أن الحكمة الأصلية من فرض الأحكام سمعنا وأطعنا. فالإنسان إذا جاءه الأمر من الله أو جاءه الأمر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت به الإجماع، فإنه حينئذ لا يتوقف عمله بذلك الحكم على قناعته الشخصية، هل أنا اقتنعت حتى أعمل ولا ما اقتنعت فلا أعمل، بل هذا شرخ كبير في معتقد الإنسان. فإن الله جل وعلا إذا أوجب عليك أمرا وثبت عندك وجوبه فلا خيارة لك فيه، يلزمك أن تأتي به. وأن أتقحم المعصية مع ندمي وعلمي بأني تقحمت المعصية خير آلاف المرات من أن آتي المعصية مع علمي بنص تحريمها أن آتيها متأولا. ولهذا الله جل وعلا لما ذكر حال بني إسرائيل الذين تأولوا يوم السبت، فماذا ذكر من عقوباتهم؟ أنه مسخهم قردة وخنازير. ليس السبب والله أعلم هو أنهم اقتحموا المعصية، فهناك معاصي ظاهرا أشد من هذه المعاصي، لكنهم اقتحموها متأولين، كمن يأكل الربا متأولا، نعم، أو يأكل يعني أموال اليتامى متأولا، يلتوي على النصوص ويلتف عليها، يريد أن يضحك على من؟ لكن إذا فعل الإنسان المعصية وشعر بندم وحسرة فهو سيجاهد نفسه على التوبة، ويشعر بذلته وقلته وعوزه إلى ربه، فهذا في خير. لكن أن يتقحم المعصية وهو يرد النصوص المحرمة لذلك بعقله فيقول العقل لا يأتي بمثل هذا، فهذا لا شك أنه خلل كبير في المنهج والمعتقد. قال رحمه الله: ولا يصحان منها، يعني لا يصح الصوم ولا الصلاة من الحائض. والأصل أن المرأة الحائض قطعا لن تصوم ولن تصلي لأنها لن تتقحم النواهي، لكن هذا إخوة يحصل أحيانا في الاشتباه، فقد يأتي دم للمرأة فتظنه دم استحاضة فتصلي وتصوم، ثم بعد ذلك تبين أنه دم حيض فتؤمر بقضاء ماذا؟ الصوم. أما الصلاة فلا تؤمر بقضاء، لأن الصلاة حينئذ إن كانت في زمن طهر فقد حصلت، وإن كانت في زمن حيض فلا يلزمها أصلا. لكن الصوم إن كان الصوم الذي كانت مثلا قد فعلته أثناء الحيض، فإن ثبت أنه حيض فيلزمها نعم القضاء، يلزمها القضاء حينئذ، لأنها قد صامت في وقت لا يحل فيها الصوم، لا يحل لها الصوم فيه.
قال رحمه الله: ويحرم وطؤها في الفرج. هذا محل إجماع، الوطء في الفرج بالنسبة للمرأة الحائض محرم بإجماع المسلمين، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فاعتزلوا النساء في المحيض. وكلمة المحيض يا إخوة مثل كلمة مقيل، مبيت، فيعني المقصود إذا قلنا مبيت يعني محل البيتوتة، مقيل يعني محل القيلولة. طيب محيض محل الحيض، وما محل الحيض؟ الفرج. فيكون النهي مختصا به حينئذ، وهذا محل إجماع. وإنما خلاف العلماء فيما عدا الفرج، فيما عدا الفرج أي ما القدر الذي يحل للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض. والناس في هذا على أقسام، منهم من يهجر زوجته تماما أثناء الحيض، وهذا شأن اليهود، شأن اليهود، فإن المرأة إذا حاضت من اليهود، وهذا يعني كان في زمن النبوة وقبل ذلك في الجاهلية، كانت اليهودية إذا حاضت هجرها زوجها ولا يقترب منها. ومن الناس والعياذ بالله من يباشر زوجته حتى في الفرج وهي حائض، وقيل بأن هذا شأن النصارى، إن اليهود كانوا يتشددون في الطهارة والنصارى كانوا يتساهلون جدا في الطهارة، يتساهلون جدا في قضية الطهارات والبعد عن النجاسات. لكن الناس على أقسام، في القسم الأول من يتساهل، من يتشدد، والثاني من يتساهل، والثالث من يتوسط. والعبرة في هذا يا إخوة ليس بالرغبات والشهوات، وإنما هو بالنصوص الشرعية. فلو أردنا أن نستعرض النصوص، عندنا أولا: فاعتزلوا النساء في المحيض. عندنا حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل. وفي بعض الألفاظ يأمر زوجاته أو نساءه، أو يأمر إحداهن فتتزل. أيضا حديث مسلم: يصنع كل شيء إلا النكاح. هذه الأحاديث الجمع بينها مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال يعني وهو يزيد على القدر المتفق عليه وهو الفرج، قال: ولا يحل له أيضا ما بين السرة والركبة، ولا يحل له أن يستمتع ما بين السرة والركبة استمتاعا مباشرا، لكن تضع كساء ثم يحل له بعد ذلك، أخذا من حديث عائشة المتقدم حيث كان عليه الصلاة والسلام يأمرها بالاتزار، والأصل في الأمر أنه للوجوب، كان يأمره بالاتزار. وأما ما أسفل الركبة إلى أخمص القدم، وما أعلى السرة إلى الرأس، فهذا محل إجماع على إباحته، فيحل للرجل أن يقبل أهله في هذه المواطن، أو أن يباشرها، يعني أن تلمس بشرته بشرتها في هذه المواطن بإجماع المسلمين. فصار عندنا الآن موطن يباح للرجل أن يستمتع به بالإجماع، وموطن يحرم عليه أن يستمتع به بالإجماع، وموطن اختلف العلماء فيه. موطن الإباحة من السرة إلى الأعلى ومن الركبة إلى الأسفل. موطن المنع المتفق على منعه هو الفرج، وما بين السرة والركبة عدا الفرج هذا محل نزاع. والأقرب والله أعلم جوازه، الأقرب والله أعلم جوازه حتى من غير ساتر، لمن أمن الوقوع في المحظور. والذي دل على هذا أولا الآية: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في محل الحيض، لأن الله قد علل ذلك بعلة، قال: هو أذن. أين الأذى؟ يكون في مصدر ذلك الدم وهو الفرج، فعلل ذلك بهذا، فعلق الحكم به. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمقصود بالنكاح هو الجماع، لأن من باشر أهله فيما عدا الفرج لا يسمى ذلك نكاحا وجماعا، إلا أن يقيد فيقال بما دون الفرج. فدل هذا والله أعلم على الجواز. يبقى أن الأكمل والأفضل أن يستر ما بين السرة والركبة بساتر، ثم إن شاء باشر من فوق ذلك الساتر، هذا هو الأكمل. لكن الراجح جواز المباشرة من غير ساتر لمن أمن الوقوع في المحظور. قال رحمه الله: فإن فعل، فإن فعل يعني فإن وطئ الحائض في فرجها، فعليه دينار أو نصفه كفارة، فعليه دينار أو نصفه كفارة. الدليل على هذا هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث جاء عند أبي داود بإسناد صحيح: إذا جامعها في أول الدم فدينار، وإذا جامعها بعد انقطاع الدم فنصف دينار. ف
فمن العلماء من قال الدينار والنصف دينار ليست على التخيير بل هو على التنويع، فإن كان ذلك الجماع في فورة الحيض، في فورة الحيض يعني في أوله وفي شدته فدينار، الكفارة دينار مع التوبة يدفع دينارا يتصدق به على الفقراء، وإن كان ذلك الجماع في آخر الحيض بعد أن قل الحيض فإنه في هذه الحالة يدفع نصف دينار. والدينار هو ما وزنه 4 جرامات وربع من الذهب، ما وزنه 4 جرامات وربع من الذهب، فيدفعه الإنسان إذا حصل له الجماع أثناء الحيض، وإذا كان في آخر الحيض على رأي ابن عباس أي بعد انتهاء الدم وقبل الغسل أو في آخر الحيض فإنه يدفع نصف ذلك، يعني يكون 2 جرام وثمنا، 2 جرام وثمنا. والطريقة أنه يسأل أهل الذهب كم قيمة الذهب، كم قيمة الجرام من الذهب، فإن قيل قيمته مثلا 100 ريال فستكون الكفارة كم؟ 425، لأن الجرام الواحد 100، 4 جرامات 400، ربع الجرام 25 وهكذا. وإن كان الجرام 200 سيكون حينئذ 800، ثم عندك 200 ربع 250 فيصير 850، هذا إذا كان في فورة الحيض. أما إذا كان في آخر الحيض أو بعد انتهاء الحيض وقبل الغسل على رأي جمهور العلماء، لأنهم يمنعون أن يأتي الرجل المرأة بعد طهرها وقبل اغتسالها، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى، فيكون على نصف الكفارة. هل هذا أعني الإلزام بالكفارة لمن جامع أهله وهي حائض هل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث فيه رفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، لكن صح بذلك السند عن ابن عباس، فيكون من قول ابن عباس. لكن هل هذا مجال الاجتهاد؟ هل تتوقعون أن ابن عباس يأتي بهذا من تلقاء نفسه؟ الأقرب والله أعلم أنه إنما أتى به من سنة، الأقرب أنه إنما أتى به من سنة، فيكون له، فيكون لهذا الأثر حكم الرفع، فيكون لهذا الأثر حكم الرفع، ولا شك أن هذا هو الأحوط، لا شك أن هذا هو الأحوط. سألني إنسان ذات يوم فقال حصل مني خطأ وهو لقاء أهلي بعد أن انتهت حيضتها وقبل أن تغتسل، فعلى المذهب تلزمونه بالكفارة أو لا تلزمونه؟ تلزمونه بالكفارة. وعلى رأي ابن عباس تكون الكفارة دينارا كاملا أو نصف دينار؟ نصف دينار، لأنه في آخر الحيض. لا نعم نعم، لكن الأقرب أن أول التنويع. أخشى يا أخوة أن نبدأ في الأسئلة، اعذروني حتى يأتي الوقت المحدد. قال رحمه الله نعم الأقرب أنه يكفر. قال رحمه الله ويستمتع منها بما دونه، قد تقدم ذكر هذه المسألة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك مع عائشة رضي الله عنها ومع أم سلمة، فإنه كان ذات ليلة مع زوجه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فلما شعرت بالحيض خرجت من لحاف النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها بالبقاء. وهذا فيه أنس إخوة للمرأة الحائض، فإن المرأة الحائض تتقلب نفسيتها كما هو معلوم، فإذا زاد على ذلك هجران زوجها لها هجرا مطلقا لا يقربها، يعني لا يقترب منها البتة، وينام مثلا في غرفة وهي في غرفة ونحو ذلك، لا شك أن هذا يزيد من عنائها، لكن يكون معها في ذات المكان دون أن يطأ الفرج. قال رحمه الله وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. قد تقدم أن الحائض تمنع من 10 أمور أو من 11 أمرا. طيب هذا الحائض ومعها الحيض، طيب إذا انقطع الحيض ولم تغتسل فما الذي أبيح من تلك الممنوعات؟ دعونا نأتي على تلك الممنوعات واحدا واحدا حتى نفهم هذه المسألة. الآن صورة المسألة، زينب مثلا انتهى دمها، انقطع الدم وخرجت القصة البيضاء وهي ماء أبيض رقيق يخرج عقب انتهاء الدورة الشهرية ولم تغتسل إلى الآن، فما الذي يباح لها وما الذي بقي على المنع؟ نبدأ أولا الغسل، تغتسل ولا ما تغتسل؟ تغتسل، هذا أوانه. ثانيا الوضوء، لو توضأت هل ينفعها ذلك؟ لا ينفعها،
لأن أتت بطهارة صغرى في حين يلزمها طهارة كبرى. ثالثا الصلاة، فعل الصلاة لو صلت لا تصح منها. رابعا وجوب الصلاة، هل الصلاة الآن واجبة عليها؟ نعم الصلاة الآن واجبة عليها. خامسا فعل الصوم، لو صامت هل يصح منها؟ نعم يصح، وصورة ذلك أن المرأة قد انقطع دمها قبيل الفجر ونوت الصيام وأذن الفجر وهي لم تغتسل بعد، هل تصوم ذلك اليوم أو لا؟ تصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ولا يغتسل إلا بعد دخول الفجر ودخول وقت الصيام، ومع ذلك يكمل ذلك اليوم. السادس الطواف، هل تطوف الحائض في هذه الحالة؟ لا. السابع الاعتكاف، تعتكف؟ لا، طبعا على رأي الجماهير. الثامن الوطأ، هل يطأها؟ هذا محل نزاع، الجماهير على عدم جواز الوطأ. ما دليلهم على ذلك؟ قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن. فإذا تطهرن، والتطهر حرف التاء أفادنا أن فعل التطهر ممن؟ من المرأة، يعني فعلت أمرا زائدا على مجرد انقطاع الدم، وهذا الأمر الزائد هو الاغتسال. يعني فالله جل وعلا علق جواز إتيان المرأة المنقطع دمها بماذا؟ بالاغتسال، قال فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمرك الله. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن هذا الحيض إن كان أكثر مدة الحيض والدم قد انقطع حل للرجل أن يطأ زوجته وإن لم تغتسل، بناء على قراءة ثانية، يقول إذا كان الحيض هو أكثر الحيض، أكثر الحيض 10 أيام عنده أكثر الحيض، انقطعت 10 أيام ثم طهرت المرأة، أعني انقطع دمها ولم تغتسل بعد، فأباح لزوجها أن يأتيها. لماذا؟ قال للقراءة الأخرى، فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طهرن يعني انقطع دمهن، لأن طهرن المجرد عن التاء لا تفيد أمرا زائدا من ذات المرأة، يعني لا تفيد أمرا تفعله المرأة، وانقطاع الدم أمر تفعله المرأة أو أمر يعني مقدر عليها دون أن تتدخل فيه. نعم أمر لا تتدخل فيه، الأصل أنها لا تتدخل فيه. فإذا انقطع الدم فإنه يحل للرجل أن يأتيها، بناء على رأي أبي حنيفة، بشرط أن يكون الحيض أكثره، يعني 10 أيام عنده. والأقرب والله أعلم مذهب الجمهور، وهو أن المرأة لا يحل أن المرأة الحائض لا يأتيها زوجها إلا إذا اغتسلت. ونقول نعم، وإن دلت القراءة الأخرى على انقطاع الدم فعندنا قراءة أخرى دلت على أمر زائد وهو الاغتسال. وشأن القراءات إخوة شأن الروايات وشأن الأحاديث المتفرقة، الآن لو جاءنا حديث وحديث آخر فيه زيادة، فهل نغفل هذه الزيادة أو نعمل بها؟ نعمل بها. فكذلك هنا إذا مدام أتتنا قراءة سبعية صحيحة تفيد تعليق الجماع على أمر تفعله المرأة وهو الاغتسال، حملنا الآية الأخرى على ذلك، فيكون معنى قوله تعالى في القراءة الثانية فإذا طهرنا، أي فإذا طهرنا بالاغتسال وليس بانقطاع الدم، هذا هو الراجح. نكمل، قال أو نعم، إذا الوطء لا يحل للمرأة الحائض حتى تغتسل بعد انقطاع دمها. الأمر التاسع من الممنوعات الطلاق، فإذا انقطع الدم ولم تغتسل فهل ما زال ممنوعا أو لا؟ أحسنتم، لم يعد ممنوعا، يعني صار جائزا، وقد يلغز به، فيقال امرأة حائض ولم تصلي بعد ومع ذلك، أو امرأة حاضت ولم تبح لها الصلاة بعد وجاز لزوجها طلاقها، فيتوهم السامع بأنها ما زال الدم يجري منها، مع أن السؤال في امرأة قد انقطع دم حيضها ولما تغتسل فهذه يحل طلاقها. إذا المرأة متى يحرم طلاقها يا إخوة؟ المرأة الحائض في حال جريان الدم، يعني في وقت
الدورة الشهرية قبل أن ينقطع الطمث. أما لو انقطع الدم إما بخروج القصة البيضاء وإما بالنشوف التام والجفاف التام، فحينئذ يحل لزوجها أن يطلقها. يعني صورة المسألة، زيد بينه وبين زوجته إشكال كبير، وهو قد حلف وعزم وجزم على طلاقها، فقيل إنها حائض، فهل سيطلق؟ لا، سيمسك عن الطلاق، لأن الطلاق أثناء الحيض حرام بالإجماع. متى سيطلقها؟ إذا طهرت، فهو من عجلته طلقها بعد أن بشر بخروج القصة البيضاء وقبل أن تغتسل. ما حكم هذا الطلاق؟ نافذ، صحيح من حيث الحكم التكليفي، ونافذ من حيث الحكم الوضعي، من حيث الحكم الوضعي. وبالمناسبة يا أخوة، طلاق الحائض كلام عامة العلماء إنما هو في الحكم التكليفي، يعني لا يجوز، لكن هل يقع؟ هذا محل نزاع طويل بين أهل العلم، قد تقدم ذكر طرف منه في درس سبق. ويعني عامة العلماء على عدم على وقوعه، عامة العلماء على وقوع طلاق الحائض، ولعله إن شاء الله يأتي مزيد بيان في باب الطلاق في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. إذن قوله وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح، أي مما منع غير الصيام والطلاق. الصيام تقدم دليله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنوبا ومع ذلك يصوم، والحيض مثله. فإذا حاضت المرأة، إذا انقطع دم المرأة قبل الفجر ثم أصبحت واغتسلت بعد الفجر صح صيامها. والأمر الثاني الطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن طلاق المرأة إذا كانت حائضا في أثناء جران الدم، أما بعد انقطاع الدم فلا. ولأن النهي عن طلاق المرأة الحائض إنما هو بسبب ماذا؟ حتى لا تطول عدتها، حتى لا تطول. وهنا إذا انتهت من إذا انقطع الدم ولم تغتسل فهذه العلة غير موجودة. إطالة العدة، يعني لو أنه طلق المرأة في اليوم الأول من حيضها، في اليوم الأول من حيضها، فإنه على قول الجماهير تحسب طلقة وتبدأ العدة من هذا الوقت، تمام. لكن لو قلنا لا تطلقها في أول يوم من حيضها، بل طلقها بعد اليوم السابع، يعني إذا انتهى الحيض وقبل الاغتسال، فالآن عدة في الصورة الأولى أطول ولا في الصورة الثانية أطول؟ في الصورة الأولى أطول العدة ستكون، لأن هذه الحيضة لن تحسب من العدة، فستكون الحيضة الأولى برمتها ليست من العدة، ثم الطهر ليس من العدة، قد يكون الطهر مثلاً 13 يوم على الأقل، ثم عندك 7 أيام ما حسبت، 7 و13 20 يوماً زائدة على العدة، زائدة على العدة. لكن لو طلقها قبيل حيضها الثاني بلحظة صح الطلاق، حينئذ جاز الطلاق وصح وحسبت العدة، فتكون العدة أقصر حينئذ، يعني حتى لا يكون تعليقا للمرأة أكثر مدة ممكنة، لأنكم تعلمون أن الطلاق الرجعي بيد من؟ الرجعة في الطلاق الرجعي بيد الزوج، فيشق على المرأة أن تطول عدتها حينئذ. وربما شابه هذا فعل الجاهليين، فإنهم كانوا يطلقون المرأة حتى إذا قربت انتهاء العدة راجعوها، ثم يطلقونها أخرى فإذا قارب انتهاء العدة راجعوها، وهكذا، لأنه لم يكن هناك حد للطلاق، فجاءت الشريعة السمحة بتحديد 3 طلقات. طيب، ماذا نزيد على كلام المؤلف؟ قال وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. ماذا تزيدون؟ ماذا يباح أيضا مما منع؟ مما قد استعرضناه سابقا، يباح الغسل، منعت منه أثناء جران الدم ولكن الآن هذا أوانه. أيضا وجوب الصلاة، أحسنتم. أيضا فعل الصوم قد ذكره، والطلاق قد ذكره، فيكون حينئذ قد زدنا الغسل ووجوب الصلاة. قال رحمه الله والمبتدأة تجلس أقله. هذه إخوة مسألة من مفردات الحنابلة ومن أعقد مسائل الحيض عند علماء المذهب، ذلكم أن المرأة إذا حاضت لأول مرة تسمى مبتدأة، أي ابتدأ بها الحيض. فماذا تصنع المبتدأة في الحيض؟ عند الحنابلة يقولون أول ما تحيض المرأة
مثلا هذه فاطمة عمرها 10 سنوات أتاها الحيض للمرة الأولى، فكيف تتعامل مع هذا الحيض على المذهب؟ أولا تجلس أقله، تجلس أقله، ما أقله؟ يوم وليلة، يعني تعتبر الحيض يوما وليلة فقط. نفرض أنه أتاها الدم في يوم واحد محرم، فنقول تجلسين يوم وليلة، فلو أتاها الدم مثلا عصر هذا اليوم فتستمر من عصر هذا اليوم إلى عصر غد حائضا، طبعا الدم يجري معها بنفس الوتيرة. طيب ما بعد ذلك؟ نقول الآن بعد مرور اليوم والليلة تغتسل وتصلي. طيب الدم معها، قالوا هذا الدم مشكوك فيه، يمكن يكون دم استحاضة، ما ندري أنه دم حيض. متى يثبت عندكم يا حنابل أنه دم حيض؟ إذا تكرر 3 مرات، يعني إذا جاءها في شهر محرم مثلا من 1 إلى 5، في شهر صفر من 1 إلى 5، وفي شهر ربيع الأول من 1 إلى 5، في شهر ربيع الثاني من 1 إلى 5 لا تصلي ولا تصوم، لكن في 3 الأشهر المتقدمة فقط لا تصلي ولا تصوم ليوم وليلة، بس فقط يوم وليلة. وضحت يا أخو المسألة؟ إذن المبتدأ ماذا تعمل عند علماء المذهب؟ وهذا من مفرداتهم، قالوا تجلس أقل مدة الحيض، تجلس يعني تمتنع عن الصيام والصلاة، تعتبر نفسها حائضا فقط يوم وليلة، لأنه أمر متيقن، لأنه أقل مدة ممكنة للحيض، وما زاد عليه لا تعتبره حيضا، ولذلك تغتسل كأن الحيض انتهى. طيب اليوم الثاني معها دم، قالوا ما ندري، ربما هذا الدم يكون دم استحاضة وفساد، فحينئذ تستمر على الصلاة والصيام إلى آخره. طيب ثم إذا مضت 3 مرات بهذا الشكل، الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، مثل 5 أيام حيض 5 أيام حيض 5 أيام حيض، تأكدنا أن الـ5 الأيام أنها حيض، أن تلك الـ5 الأيام كلها حيض. طيب هي الآن 4 أيام تصلي وتصوم، صح؟ 4 أيام من الشهر الأول والدم معها، 4 أيام من الشهر الثاني، 4 أيام من الشهر الثالث، الصلاة هل تقضيها الآن؟ لا تقضيها، لأنه ثبت أنها صلاة في وقت حيض فلا تجب عليها أصلا. طيب الصيام الذي صامته في تلك الـ4 أيام إذا كان صوما واجبا فإنها تقضيه، لماذا؟ لأنه تبين أنه صوم فاسد حيث وقع في زمن لا يحل وهو زمن الحيض. صورتم يا إخوة المسألة؟ أعيدها، المبتدأة يعني المرأة يأتيها الحيض لأول مرة، فماذا تصنع؟ قال علماء المذهب تحسب 24 ساعة من أول قطرة دم خرجت منها فيكون حيضا، ثم تغتسل وتصلي ولا عبرة بالدم النازف والنازل، لا عبرة به، وتفعل مثل هذا في الشهر الثاني وفي الشهر الثالث. فإذا جاء الشهر الرابع فنسألها ما الذي تكرر من العدة في الـ3 أشهر؟ قالت والله أتتني العدة 5 5 5، إذن نقول عدتك 5 أيام. طيب إن قالت أتتني الدورة في الشهر الأول 6 أيام، في الشهر الثاني 5 أيام، في الشهر الثالث 4 أيام، قلنا عدتك ها يا جماعة لا 4 أيام، لأنه الأمر المتيقن الذي تكرر، ولا لا؟ لأن 6 فيها 4 و5 فيها 4، وضح يا أخوة. طيب كيف تتعامل في الأوقات التي اغتسلت وصلت فيه وصامت؟ نقول بالنسبة للصلاة ما دام أنها وقعت في وقت حيض فأصلاً لا تجب، فلا قضاء، لأن القضاء مرتبط بالوجوب. وأما الصوم الذي صامته أثناء الدورة الشهرية فإن هذا الصوم إن كان واجباً أمرناها بالقضاء، أمرناها بالقضاء حينئذ. قال رحمه الله فإذا انقطع لأكثره، إذا انقطع لأكثره يعني انقطع 15 يوما فما دون، يعني أن هذا الدم الذي أتاها يوم وليلة فأكثر، إلى أي حد؟ إلى 15 يوم، ما تجاوز 15 يوم، فحينئذ تغتسل إذا انقطع. فإن تكرر 3، الآن صارت تغتسل 2، تمام؟ الآن فاطمة قلنا حاضت أول مرة 5 أيام، بعد 24 ساعة تغتسل وتصلي وتصوم، لكن لا يأتيها زوجها تحتاط، فتحتاط للعبادة تأتي بها، وتحتاط للأمور الأخرى فلا تأتي بها مثل إتيان الزوج.
طيب، وإذا انتهت الخمسة الأيام مكتملة مجتمعة تغتسل مرة أخرى، فنأمرها بالاغتسال مرتين. فإن تكرر ثلاثا، يعني خمسة أيام في الشهر الأول، خمسة أيام في الشهر الثاني، خمسة أيام في الشهر الثالث، فحيض. إن تكرر اعتبرناه ماذا؟ اعتبرناه حيضا. إن تكرر اعتبرناه حيضا. طيب، وإن تفاوت خمسة أيام، أربع أيام، ثلاثة أيام، اعتبرنا الحيض ثلاثة أيام، نعتبر الأقل، وهكذا. فنرجع إلى ما كانت عليه سابقا ونعتبر هي الآن خمسة أيام وأربعة أيام وثلاثة أيام، نقول عدتك من الآن فصاعدا ثلاثة أيام. تقضي ما وجب فيه، أي ما وجب أثناء الحيض، ما وجب أثناء الحيض وقد تركته، تقضي ما وجب فيه. طيب، وإن عبر أكثره، هاي إخوة، إذا عبر أكثره فماذا يعتبر؟ يعتبر استحاضة. ما معنى عبر أكثره؟ يعني تجاوز أكثر مدة الحيض، وهو 15 يوما. يعني هذا الدم أتاها 16 يوم، فنقول حينئذ الزائد يعد استحاضة. والفرق بين الاستحاضة وبين الحيض أن يقال الاستحاضة هي سيلان الدم من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذل. أما عرق الحيض، أو الحيض يخرج من ماذا؟ من العاذر. أما الاستحاضة تخرج من العاذل باللام. دم الحيض دم جبلة وطبيعة، ودم الاستحاضة دم طارئ. دم الحيض أسود، ودم الاستحاضة أحمر. دم الحيض دم غليظ ثخين، ودم الاستحاضة رقيق. دم الحيض لا يتجلط، يعني لا يتجمد، من خصائصه السيلان. قالوا لأنه كان جامدا في الرحم فسال فلا يعود إلى الجمود. لكن دم الاستحاضة كان سائلا فإنه يتجمد. يعني إذا دم الاستحاضة مثل دم الجروح، مثل بقية الدماء التي تخرج من البدن، ولهذا لا رائحة له إلا رائحة الدم المعروفة. لكن دم الاستحاضة له رائحة منتنة. هذه إخوة فروق مهمة جدا، حيث إن المرأة تعمل به عند حالة التمييز، عند حالة التمييز كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. نعم، هذه القرائن ستأتي معنا في الحكم على هذا الدم، هل هو دم حيض أو لا، بالنظر إلى القرائن إذا لم يكن هناك تمييز. قال رحمه الله: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره، ولم يعبر يعني ماذا؟ الدم الأسود ولا الدم الأحمر؟ الأسود. ولم يعبر يعني ولم يجاوز الدم الأسود أكثره، ولم ينقص عن أقله، فهو حيضها. هذه مسألة تحتاج تأمل. الآن ذكر إخوة المؤلف مجموعة من الضوابط حتى تعتبر هذا الدم أسود وأحمر. أولا، متى نعمل بهذا؟ للمرأة التي لا عادة لها، نعم، أو كانت امرأة لها عادة وقد نسيتها، وسيبين مزيد من يعني من هذه المسألة بعد قليل. إذا عندنا امرأة كان لها عادة ونسيتها، تقول: والله أنا قبل الزواج كنت أحيض أياما معروفة لكن الآن نسيت، لأن مثلا جاءها طهر طويل أنساها، أو أغمي عليها فترة من الزمن فلما استيقظت نسيت فترة حيضها الأولى. ثم نقول: طيب، والدم الذي يأتيك هل هو على نسق واحد أو على أكثر من نسق؟ قالت: يأتيني دم أحمر ودم أسود. فماذا نقول لها؟ الدم الأسود حيض والدم الأحمر استحاضة. لكن لذلك ضوابط. الضابط الأول أن ألا يعبر أكثره، ألا يعبر أكثره، يعني يكون مجموع الدم الأسود 15 يوم فأقل. ركزوا معي يا أخوة، مسائل الحيض يعني تحتاج إلى تركيز كبير. مثلا عائشة من النساء لا عادة لها والدم عندها يتميز، فقالت: أنا في أول الشهر لمدة 5 أيام يأتيني دم أسود، ثم 7 أيام دم أحمر، ثم 3 أيام دم أسود،
فالآن ما رأيكم؟ ماذا تصنع هذه المرأة؟ كم مجموع الأسود؟ هل مجموع الأسود تجاوز 15 يوم؟ الجواب لا. دعوني أعيد المثال. هذه المرأة يأتيها الدم 5 أيام أسود، حتى نسهل المثال، ثم 5 أيام أحمر، ثم 3 أيام أسود. فماذا أنتم قائلون لهذه المرأة التي سألتكم؟ نقول الخمسة الأيام التي جاء فيها أسود حيض، والخمسة الأيام التي جاء فيها أحمر استحاضة، والثلاثة الأيام التي جاء فيها أسود حيض، لأن المجموع لم يتجاوز 15 يوما، ولم يعبر الدم الأسود أكثره، يعني الدم الأسود لم يتجاوز أكثر مدة الحيض. طيب، لو فرضنا أن أتاها الدم الأسود 5 أيام، ثم 5 أحمر، ثم 6، ثم 11 يوم أسود، ثم 3 أيام أحمر، كم مجموع الأسود الآن؟ 16 يوم. فهل تعمل بالتمييز؟ لا، ويسمى عند الحنابلة تمييزا غير صالح. فهم يشترطون للعمل بالتمييز شرطين: أولا وجود التمييز في ألوان الدماء، يعني في أي علامة سواء كان لونا أو كان رائحة إلى آخره. ثانيا أن يكون التمييز صالحا. ما ضابط التمييز الصالح؟ أن يكون هذا الدم الأسود يوما وليلة فأكثر ودون 15. فإن كان الدم الأسود أقل من يوم وليلة، أو كان الدم الأسود أكثر من 15 يوم، فإن هذه المرأة لا تمييز لها. فماذا تصنع؟ تنتقل للنوع الثالث، وهو النظر إلى غالب قريباتها، هل 6 أيام أو 7. إذا صار عندنا إخوة المستحاضة المبتدأة، إما أن يكون لها عادة سابقا أو لا. يعني امرأة قالت: والله أنا 3 سنوات منذ أن بلغت ووضع الدم عندي طبيعي، 7 أيام 7 أيام 7 أيام، ثم لما تزوجت اضطربت عندي الدورة، فصارت الدورة عندي مضطربة إلى حد كبير، فيأتيني أياما أسود وأياما أحمر وأياما أسود وأياما أحمر. فنقول على المذهب العبرة بماذا؟ بالعادة السابقة. أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فنرجع، كم كانت حيضتك قبل الزواج؟ قال 7 أيام. خلاص، منذ أن يأتي وقت الدورة احسبي 7 أيام دون النظر إلى لون الدم، أسود أحمر منتن غير منتن، لا عبرة بذلك، لأن العادة أقوى، وهذا أدق بلا شك. ولا أريد أن أدخل معكم في خلافات، وإلا من العلماء من يقول بالتمييز مطلقا، لكن علماء المذهب عليه الفتوى عند أكثر العلماء فيما أعلم أن العبرة بالعادة، حتى ولو تميز الدم لا عبرة به. أولا لوجود نص صحيح في ذلك: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثانيا لأنه أدق وأسهل للمرأة، إذ لو قلنا لها تعاملي بالتمييز مع وجود عادة سابقة اضطربت كثيرا. واضح يا أخوة؟ إذن المرأة إذا استحاضت فنقول لها: هل لك عادة سابقة ولا لا؟ قالت: نعم لي عادة. قلنا: اعملي بها. طيب، إذن قالت: أنا مبتدأة ليس لي عادة سابقة، قدر الله علي منذ أن بلغت والدم هكذا أسود أحمر أسود أحمر، فقلنا: لا يخلو، إما أن يكون تمييزك صالحا أو لا. كيف نعرف التمييز الصالح؟ أن يكون الدم الأسود أكثر من يوم، أن يكون يوما وليلة فأكثر ودون أن يتجاوز 15، يعني إلى 15 لا يتجاوز 15 يوم. فإن كان الدم الأسود هكذا، الدم الأسود في أثناء الشهر 3 أيام 7 أيام 10 أيام 15 يوم، هذا حيض، وما عداه استحاضة. واضح يا جماعة؟ وما عداه استحاضة. هذه المرأة ليس يعني، إن تكرر هذا، أحسنت، سؤال جيد، إن تكرر هذا مثلا جاءها مثلا 7 أيام أسود مجموعه 7 ثم مجموعه 7 ثم مجموعه 7، فمن أهل العلم من يقول استقرت عادتها على 7 فصارت من أهل العادة وهكذا. لكن لو أتى متفرقا يوم، يعني هذا الشهر مجموع الأسود 7، الشهر الجاي مجموع الأسود 10، اللي بعده مجموع الأسود 13، فنقول ما دام أسود حيض، لا جماع ولا صلاة ولا صوم ولا طلاق إلى آخره، وما دام أحمر حل ذلك وهكذا. هذا إذا كان التمييز صالحا. لكن لو قالت: والله أنا مجموع الأسود اللي في الشهر 20 يوم أسود،
وثلاثة أيام أحمر، فما العمل؟ هل يعقل أن نقول 20 يوم تترك الصلاة والصيام ونحو ذلك؟ لا، نقول أنت نعم مميزة لكن تمييزك غير صالح، فما العمل؟ تنتقلين إلى المرتبة الثالثة وهي العمل بالأغلب. فنقول اسألي أمك وأخواتك وقريناتك كم يحضن، كم مدة حيضهن؟ قالت والله أكثرهن يحضن 7 أيام. قلنا إذن اعتبري منذ أول الشهر 7 أيام، يعني منذ أول الدم 7 أيام، وما عداها فهو استحاضة. نعم، لا لا، هذه المرأة تجاوز 15 يوم، تجاوز 15 يوم. الخلاصة إخوة أن المستحاضة إن كانت مبتدأة يعني ليس لها عادة سابقة فما العمل؟ لا تخلو، لها تمييز صالح، ليس لها تمييز صالح. فإن كان لها تمييز صالح فما كان أسود فهو حيض، وما كان أحمر فهو استحاضة. طيب، وإن كان التمييز غير صالح فلا عبرة الآن بالأسود والأحمر. ما العمل؟ انظري إلى حال قريباتك، فإن كان أكثرهن يحضن على 6 أيام فاعتبري 6 أيام حيض وما عداها استحاضة، وإن كان الأكثر يحضن 7 أيام اعتبري 7 أيام حيض وما عداها استحاضة، وهكذا. وهذا سيتبين الآن من كلام المؤلف رحمه الله. قال: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، هذا الآن تمييز. طيب، نريد أن يكون صالحا، فقال: ولم يعبر أكثره، يعني الدم الأسود ما تجاوز 15 يوم، ولم ينقص عن أقله، يعني الدم الأسود لا يكون أقل من 24 ساعة. فالدم الأسود من يوم إلى 15 يوم، فماذا يكون هذا الدم الأسود؟ يكون حيضا، فهو حيضها. تجلسه في الشهر الثاني، في الشهر الثاني تجلس قدر هذا الوقت، تجلس قدر هذا الوقت. طيب، فإن استمر 3 أشهر بهذا صار عادتها، وإن لم يستمر صار ماذا؟ صارت المرأة لا عادة لها، فتعود إلى التمييز. قال: تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. ثم قال: وإن لم يكن دمها متميزا، وإن لم يكن دمها متميزا، يعني هذه المرأة لا عادة لها أو لها عادة ونسيتها، تمام، ودمها لم يتمايز، إما أن يكون على وتيرة واحدة كله أسود أو كله أحمر أو نحو ذلك، ولم يكن هناك تمييز أبدا، لا برائحة ولا بلون ولا بسيلان من عدمه، فماذا تصنع هذه المرأة المبتلاها الآن؟ الدم أطبق عليها وليس هناك تمييز، هل لهذا حل عندكم يا فقهاء؟ قالوا: نعم، في حل في الشريعة. جلست غالب الحيض من كل شهر. حديث من هذا غالب الحيض؟ حمنة بنت جحش رضي الله عنها، جلست غالب الحيض من كل شهر، لأنها قالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، يعني الدم يأتيني في أغلب الشهر، ما العمل؟ ويبدو والله أعلم أن هذه المرأة ليس لها تمييز صالح جمعا بين النصوص، فقال: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي وصلي. وتقدم أن أو هنا للتنويع لا للتخيير. ثم قال رحمه الله: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. إذن المستحاضة أنواع: أولا المبتدأة، قد تقدم الحديث عنها، واضح جماعة؟ ثانيا المستحاضة المعتادة، يعني امرأة لها عادة ثم غلب عليها الدم، فماذا تصنع؟ نقول: عودي إلى عادتك للحديث المتقدم، أمكثي قدر ما كانت تأتيك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. طيب، وإن نسيتها، لو قالت: والله أنا لي عادة بس نسيت، الآن نسيت تماما، هل كانت 3 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام؟ وهذا يا أخوة لا يقال هذا أمر مستحيل، يمكن هذا، كأن تكون المرأة أصيبت يعني مثلا بمرض فأنساها ما كان سابقا، أو إغماء، أو لا قدر الله حادث أو نحو ذلك فأنساها ما كان سابقا، ممكن هذا.
نعم أو أحسنت، أو طهرت فترة طويلة، مثلا حاضت 3 سنوات منذ أن بلغت، صار عمرها 12 سنة 13 سنة، أتاها طهر، استمر 20 سنة، تنسى. فعابد لها حيض أثناء ما يعني الوقت الذي يحيض فيه النساء على 40 سنة مثلا أو 37 سنة ونحو ذلك، فما العمل؟ نقول فكأنك لا عادة لك، تنتقل للمرتبة الثانية وهو العمل بالتمييز. تمام يا جماعة؟ إذن المرأة التي لها عادة وغلب عليها الدم سهل، نقول عودي إلى عادتك. اتصلت عليك امرأة وأنت مفتن فقالت يا شيخ أنا 2-3 سنين الدورة تأتيني منتظمة كل شهر سبعة أيام، والآن اضطربت علي وصارت تأتيني يعني بشكل مضطرب، أحمر أسود كدرة وصفرة وأغلب الشهر وأنا في دماء، فماذا أعمل؟ ما عرفت كيف أصلي، متى أصلي، متى أترك الصلاة، متى يأتيني زوجي، متى. فالآن السؤال، هل لك عادة؟ الجواب نعم. بكل اختصار اعملي بعادتك ولا تنظري للتمييز حتى ولو كان التمييز صالحا. واضح يا جماعة؟ حتى ولو كان الدم الأسود 10 أيام مجموعه 10 أيام، نقول لا تعملي بالتمييز. هذا رأي علماء المذهب خلافا للشافعية، وهذا أضبط من حيث العمل وأسهل للمرأة. فنقول اعملي بالعادة السابقة، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. أول يوم يجيك الدم احسبي 7 أيام، من يوم 1 إلى 7 مثلا، جاك الدم يوم 1 خلاص، يوم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، في نهاية اليوم السابع اغتسلي وصلي. يا شيخ عندي دم أسود، ولا عبرة بالدم الأسود. لماذا؟ لأن حالتك حالة عادة وليس حالة تمييز. اتصلت بعد 5 دقائق عليك امرأة أخرى قالت يا شيخ أنا ليس لي عادة مستقرة منذ أن بلغت وأنا في عناء، وأنا 20 يوم يأتيني الدم أسود وأحمر أسود وأحمر منذ أن بلغت وأنا بهذا الحال، ولا عرفت متى أصلي ومتى أصوم ومتى أدع الصلاة ومتى أدع الصوم، فما العمل؟ فأنت تسألها عن مجموع الدم الأسود، تقول لها طيب الدم الأسود تستطيعين تمييزه؟ قالت نعم. أخذنا الشرط الأول وهو التمييز، بقي ماذا؟ أن يكون التمييز صالحا. كم مقدار الدم الأسود الذي يأتيك؟ قالت والله يجيني أول 3 أيام أسود ثم أحمر ثم بعد ذلك 6 أيام أسود ثم أحمر. كم مجموع الأسود؟ 9 أيام. هل هو في المدة المعتبرة؟ نعم. بماذا ستفتيها على المذهب بل هو على رأي الجمهور؟ ماذا ستقول لها؟ فترة الدم الأسود حيض، فترة الدم الأسود الأحمر استحاضة. طيب فثلاثة حتى لو كانت مقطعة، وهذا نوع من التلفيق، فنقول 3 أيام أسود هذا حيض، لا صلاة لا صيام لا جماع إلى آخره. انتهت 3 أيام بدأت ترين دم أحمر، اذهبي واغتسلي ناوية الاغتسال من الحيض، بعد صلي وصومي وكل شيء. طيب بعد 5 أيام رجع دم أسود، نقول هذا ماذا؟ هذا دم حيض. ولا يقول أحد أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، هذا وارد وما وارد؟ فما الجواب؟ نقول هذه حيضة واحدة، هذه حيضة واحدة، كأن يقال تخلل الحيضة أيام طهر، وسيأتي معنا إن شاء الله هذه المسألة. ولا يقال بأنه أنت الآن خالفت القاعدة المعروفة إن أقل الحيض بين أقل الطهر حيض بين الحيضتين 13 يوم، نقول هذه حيضة واحدة أصلا وليست حيضتين، نعم في شهر واحد. ففي هذه الحالة نقول الدم الأسود حيض وهكذا، وكلما خلص الدم الأسود تغتسلين وتصلين وتصومين، رجع الدم الأسود تتوقفين، بشرط أن يكون مجموع الدم الأسود في الشهر الواحد لا يتجاوز 15 يوم ولا يقل عن 24 ساعة عن يوم وليلة. وضحت يا جماعة؟ اتصلت عليك امرأة ثالثة بعد عدة دقائق، أنت متخصص في الإفتاء في الحيض، لأن ترى صعب ترى الحيض. يذكر أن الإمام أحمد مكث 9 سنوات يتعلم أحكام الحيض، وعندما ترجع لكتب الفقهاء كالنووي في المجموع وابن قدامة في المغني، انظر كم صفحة كتب، بعضهم وصل إلى 70-80 صفحة فقط في الحيض وأنواعه، بل وجدت من الباحثين الآن من أخرج مجلدات في أحكام الحيض،
وخاصة في أحكام المتحيرة في أحكام الحيض. طيب، اتصلت عليك الثالثة وقالت أنا يأتيني، ليس لي عادة، هذا الشرط الأول مهم، ليس لي عادة، أي منذ أن بلغت أنا في عناء مع الدماء. طيب، السؤال الثاني، كم يأتيك الدم الأسود؟ إما أن تقول لك كل الشهر دم أسود أو أغلبه دم أسود، 20 يوم، 17 يوم دم أسود فقط، أو دم أحمر فقط، أو يتفاوت. أما إذا كان الدم الأسود فقط أكثر من 15 يوم فما الفتوى؟ نقول هذه ماذا؟ هذه استحاضة الآن، جزء منها حيض وجزء منها استحاضة. ما العمل؟ كيف طيب أعرف الحيض وأعرف الاستحاضة؟ متى أمتنع عن الصلاة ومتى أصلي؟ فنقول انظري إلى قريباتك. لا يا جماعة، احنا الآن وصلنا للحالة الثالثة، الآن غلب الحيض عليها، فلا تقول 15 يوم، لا، انظري إلى قريباتك، اسألي أمك وأخواتك وقريباتك كم يحضن. قالت والله أنا نظرت إلى أمي وخواتي أكثرهن يحضن 7 أيام. نقول خلاص، إذا جاك الدم احسبي منذ أن أتاك 7 أيام، إذا انتهت 7 وشرعت في 8 فماذا تعملين؟ تغتسلين وتصلين. تمام، هذا حديث حمنة. طيب، قالت يأتيني أنا 20 يوم أحمر كل شهر، ما أعرف دم أسود، هذا الدم الأسود ما أعرفه، كل شهر 20 يوم أحمر أحمر 20 يوم أحمر 20 يوم أحمر. لا لا، هي لا عادة لها. نعم، لا عادة لها. فنقول حين، وحتى لو كانت ناسية نفس الحكم، فنقول إذا كان الدم الأحمر يأتي 20 يوما، يعني تجاوز أكثر مدة الحيض، فأنت مستحاضة، لا عادة لك، لا عادة لك ولا تمييز صحيح. فما العمل؟ بالغالب، أحسنت، تعمل بالغالب. طيب، قالت أخرى والله أنا يأتيني عندي تمييز. قلنا نحسب الدم الأسود كم؟ قالت أنا أول 10 أيام أسود، ثم 5 أيام أحمر، ثم 7 أيام أسود، ثم 3 أيام أحمر. الأحمر لا تحسبه، لا عبرة به، إذا جاك دم أسود وأحمر الحسبة للأسود. كم مجموع الأسود؟ 17 يوم، 10 و7. فنقول لها لست من أهل العادة ولست من أهل التمييز وصرت من أهل الغالب، فتسأل قريباتك، قالوا احنا اكثر حيضنا 6 ايام، اعتبري اول 6 ايام من هذا الدم حيض وما عداه استحاضة. لا، احنا قلنا ليس لها عادة، لو كان لها عادة انتهت المسألة، فلا تمييز ولا غالب. الخلاصة، النساء على 3 احوال، ارجو اخوة ان نعطيكم الان الخلاصة ونقفل هذا الباب. النساء على ثلاثة احوال أو على 3 حالات. الحالة الأولى امرأة لها عادة، هذا الكلام الآن عن المستحاضة، يعني امرأة يأتيها الدم أكثر الشهر، ما العمل؟ نقول أولا امرأة لها عادة، لها عادة سابقة، فماذا نقول لها؟ ارجعي إلى عادتك السابقة فاعتبريها حيضا وما عداها استحاضة. هذا واضح يا جماعة؟ ثانيا، امرأة لا عادة لها أو لها عادة ولكنها نسيتها، فنقول اعملي بالتمييز إذا كان صالحا، فتعمل بالتمييز، فالدم الأسود حيض والدم الأحمر استحاضة. الحالة الثالثة، امرأة لا عادة لها ولا تمييز، ولا تمييز صالح، لا عادة لها ولا تمييزا صالحا أو ولا تمييز لها صالحا، فما العمل؟ لا عادة لها ولا تمييز لها صالحا، فنقول تعمل بالغالب. ما الغالب؟ انظري إلى قريباتك، فإن كان الغالب 7 أيام فحيضك 7 أيام وما زاد استحاضة، إن كان غالب حيض قريباتك 6 أيام فهو حيض وما زاد استحاضة. هذا ما يكون إخوة من شأن المستحاضة. قال رحمه الله وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، كما تقدم من حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. لعلنا نكمل هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأنه ما بقي من الأذان إلا يسير، نفتح الآن مجال الأسئلة. أحد عنده سؤال يا إخوة فيما تقدم؟ تفضل شيخ.
لا، إذا كان الدم الذي يأتي للمرأة أكثر من 15 يوم فقد انتقلت عن كونها ذات عادة، فنقول ليس لك عادة، فالعمل حينئذ بماذا؟ بالتمييز. هل لها تمييز؟ الجواب لا، فالعمل حينئذ بالغالب، فنقول العبرة بالغالب، لأنها لما تجاوزت 15 يوم خرجت عن كونها ذات عادة، بقي التمييز. هل اللون يتغير أسود وأحمر؟ قال لا والله، قالت يأتينا على وتيرة واحدة كل أسود أو كل أحمر، نقول إذن لا عادة ولا تمييز، تنتقلين إلى الثالث وهو الأغلب، والله أعلم. تفضل. نعم، ما يسميه الآن الناس الحورية، يعني امرأة لا تحيض أصلا، فهذه ليس لها علاقة بأحكام الحيض، يعني الحورية هي التي لا تحيض أصلا. أحسنت. أما عدتها، عدة من لا تحيض، بالنسبة لعدة الوفاة ظاهرة 4 أشهر و10 أيام، بالنسبة لعدة الطلاق 3 أشهر كما قال الله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي لم يحضن أصلا أو قد يئسن من الحيض، وبقي عندنا مسألة ما ارتفع حيضها كما يذكر الفقهاء، فهذه طبعا ستأتي معنا إن شاء الله، إن كان لها لارتفاع حيضها سبب، فإذا زال ذلك السبب فإنها حينئذ يعمل بالحيض، وإن لم يكن لارتفاع حيضها سبب هذا محل نزاع بين العلماء، والأقرب أنها تعود إلى، إذا غلب على ظن أنها لن تحيض أبدا فالأقرب أنها تعود إلى من لا يحيض وهو 3 أشهر، إذا يئسنا أن يأتيها الحيض بعد ذلك. نعم، تفضل شيخ. أحسنتم، احنا ما ذكرنا تتم هذه المسألة. أولا دليل الحنابلة على ذلك قالوا إن الحيض لا يكون عادة للمرأة إلا إذا تكرر، والتكرر أقله عندهم 3، ولأن الدم الذي زاد عن أقله دم مشكوك فيه محتمل، ولا شك أن الراجح مذهب الجماهير وهو أن المبتدأ مثل بقية النساء، مثل بقية النساء، فإذا رأت الدم الأسود، الدم الأسود المعروف بصفاته فهو حيض، وإن انقطع فهو، فما زاد فهو استحاضة. نعم، تفضل. الشيخ استحاضة يلزم بطول الغسل؟ يلزم استمر بطول الغسل؟ ما عدسه. أيوة، عندما تبدأ الغسل. أحسنت، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، أن المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ومن أهل العلم من يرى أن الوضوء لكل صلاة هو أمر واجب، لأنه قد انتقضت طهارتها بخروج دم الاستحاضة، فتصلي للضرورة، فإذا خرج الوقت انتقضت طهارتها، وإذا أرادت أن تصلي فرضا آخر غير مجموع للسابق توضأت، ومن العلماء من يرى أن الأمر للاستحباب، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. تفضل. ما سمعت بشكل جيد، معذرة، ما سمعت بشكل جيد. نعم، نعم صحيح. نعم، أحسنت، هذا سؤال جيد، سؤال منهجي. نعم، إذا قلت الراجح ما قاله المؤلف ولم أقل وهو يخالف المذهب، فالأصل أن كلام المؤلف هو المذهب، إن كان كلام المؤلف يخالف المذهب فأنص على هذا. نعم، فيكون حينئذ قولي الراجح هو المذهب أو ما قاله المؤلف بمعنى واحد، إلا إذا نصصت أنه خالف المذهب. نعم نعم نعم، أحيانا المؤلف يخرج عن المذهب، وسيأتي بيانه في حينه إن شاء الله تعالى. تفضل. أذان. طيب نختم بهذا السؤال ونؤذن. تفضل. أحسن، أحسن. نعم، الصدقة نوع من أنواع العقوبات، كفارة حتى يمتنع الناس، فإنه إذا علم الزوج بأنه سيطالب بمبلغ 500 أو أكثر إذا جامع فسيمتنع وينتظر، فهذا نوع من يعني من المنع.
علو. إذن معذرة بس وقت الأذان حل إن شاء الله في الدرس القادم نجعل وقتا للأسئلة بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.